لو الحكاية فيها إن فيديو جاءت القانونيين ودستوريين أولا تقضي المحكمة غير للمحكمة أن تقضي. تقضي المحكمة ده أصبح إيه؟ إلزام. وبنقول في إيه في نهاية المادة؟ بما في ذلك الدعاوى والطعن المقامة قبل هذا التاريخ. المنطق اللي قدمته للوزير واللي كان يصح ان نفسح المجال ليه علشان يتعرض على الناس النهارده هو التالي. احنا بنسيء استخدام حقنا في التقاضي، كويس كده؟ احنا اشرار، الشعب المصري ده شرير، يسيء استخدام حقه في الايه؟ في التقاضي، واحنا عايزين نمنعه من استخدام هذا الحق. مش ننظمه، نمنعه زي ما قالت الماده الايه؟ الاولى. ماشي. وده بيترتب عليه زعزعه ثقه المستثمرين. وزير امبارح مسؤول في الحكومة اللي بتتبنى هذا القانون قال انه خسائر الدولة في ارض الشركة المصرية الكويتية فقط وفقا لتقديراته هو وحكومته 44 مليار جنيه، كويس كده؟ ده فضلا بقى عن عشرات الدعاوى بهذا الشكل. ان استثمار اللي ممكن يجيب في 10 ايام مكاسب لمصر ال 44 مليار جنيه؟ عارفة حضرتك انا سألت، اذا احنا زي ما مطلوب مننا ان احنا نناقش نصوت على القانون ده مرة بعد مرة بعد مرة لحد ما نوافق عليه، خلاص وافقنا عليه. تاني يوم ياخد رئيس اي شركة من الشركات دي ده ويروح بيه للمحكمة المختصة يطلب الزام المحكمة باسقاط الدعوة دي لان ما صدرش فيها احكام نهائية. المحكمة تصبح ملزمة بهذا الامر. فبنقول يا جماعة خلاص احنا وحشين واحنا اللي غلطانين واحنا اللي بنسرف في استخدام حق التقاضي، مع الاعتراف بان في ناس بتبتز مستثمرين بهذا الكلام. خلونا نأجل الموافقة، نأجل الموافقة لحد ما نشيل الجملة دي بس، لان مش مطلوب مننا ان احنا نبصم ان اللي فات مات ونكفى على الخبر مجور زي ما قلت في التصريحات بتاعت امبارح. التقاضي بشكل غلط ده شال النبوت على ايده وراح يطلع الشركة المصرية الكويتية من الارض، ولا راح للقضاء العادل النزيه المستقل يطلب منه حكم؟ المحكمة والله احنا نتفق في القانون لو شافت ان ده فيه كيد تعاقبه، لكن الغالبية العظمى من اراضي الدولة وشركات القطاع العام اللي توزعت هدايا في جلسات السمر، في جلسات السمر، مش مطلوب مننا ان احنا نبصم عليها من اللي فات مات. وانا عايز اعرف ايه الضرر اللي هيعود على الدولة من ان احنا نرفض هذا القانون لحد ما نعمل قانون جديد يقول طيب الدعاوى المنظورة تفضل منظورة لحد ما يبقى فيها احكام. ما خلاص ما هي